السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. أتمنى تكونوا بصحة جيدة. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة ديالي أتمنى أنكم تشتركوا فيها وتركوا لي إعجاب. أما الفيديو ديالنا ديال اليوم هو عبارة عن خبز الدار كما كتشاهدوا هنايا معايا في الصور، اللي تيجي هشيش ورائع في المذاق وتيوالي من الأطباق المغربية ديالنا والطواجن، وحتى كنزينوا به المائدة الرمضانية. والآن خليكم لتحضير الوصفة. المقادير اللي غادي نحتاجهم لتحضير الوصفة هي 500 غرام من الدقيق الأبيض، 500 غرام من الفينو، شوية ديال الملح، معلقة كبيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، 3 معلق كبار زيت، وزوج معلق كبار حليب البودرة. اول حاجه غادي نقوم بها هي نخلطوا هذوك المواد الجافه كامل اللي عندنا، اي الملح والسكر والخميره والحليب البودره، نخلطوهم مع الدقيق والفينو اي السميد الرطب، وكنخلطوهم بواحد شويه ديال الماء. الماء كيكون دافي يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. انا هنايا درتو شويه جاري، انتم الا بغيتوا يعني ما يكونش جاري هكا يمكن لكم ديروا على حسب شنو كتبغيو. انا دائما يعني في المعجنات ديالي كنبغي ندير العجينه تكون شويه جاريه. ومن بعد كنبقاو ندلكوه، كنضيفوا الماء بشويه بشويه وندلكو. والزيت غادي نضيفوها يعني حتى نجمعوا العجينه ديالنا. عاد غادي نزيدو هادوك المعالق ديال الزيت ديالنا. يمكن لكم تعويض هاد الكميه ديال الزيت بزيت الزيتون او بالزبده. صراحه انا فضلت نستعمل يعني هكا زيت المائده، لان زيت الزيتون كتكون فيها النكهه شويه مجهده، وانا هاد الخبز هذا كنت درتو يعني للضياف ماشي ليا. يمكن لكم انكم تستعملوا الزيت او الزبده، والزبده يعني من الاحسن ما تستعملوهاش، حيت كيبقى الخبز من ما يبقاش واحد المده وهو رطب. يعني هذاك النهار الاول كيكون زوين بزاف، ولكن الغدا ليه يبدي شويه بحال ينشف من كنكونوا دارين الزبده، بالعكس ديال الزيت تماما. الزيت كتكون يعني كتعطي له هذيك الرطوبه حتى الغدا ليه كيبقى هكا كرطب. وكنبقاو ندلكو فيه مزيان، يعني خاصو دليك الخبز كما هو معروف. غادي ندلكوه مزيان ونجمعوه ونخليوه يرتاح واحد المده ديال ساعه. انا هنا من بعد ما مرت هذيك المده وكما لاحظتوا هنايا راه ضاعف الحجم ديالو، غادي صافي غادي نخرجوا به هذوك لي غاز اللي فيه، وغادي نمروا باش نديروه كريات. انا هنايا خرج لي 16 كريه ديال الخبز، قسمته على زوج، من بعد قسمت كل واحد جهه قسمتها على 8. باش غادي تعطينا هنايا 16 كريه. وهنا من بعد ما درناهم هكا كقسمناهم على 16 كريه، غادي نبقاو هكا نرشوا شويه سطح العمل باش هكا نديروا واحد الكريات ونتركوهم جانبا. وكما كتلاحظوا معايا هنا يعني هكا كنبقاو نحضروا هاد الكريات هكا وكنحطوهم جانبا كما سبق لي وقلت، وكنبقاو يعني حتى نكملوا الكميه ديالنا كامله باش عاد نمروا المرحله تاع التزيين الاخيره.
هنايا من بعد ما وجدناهم يعني هاد الكريات غادي نمرو باش غادي نبقاو نغطسو الوجه ديالهم في الماء، ومن بعد يعني كنزينوهم على حسب الرغبة. انا هنا استعملت زنجلان الابيض واستعملت البافو، يمكن لكم يعني تستعملوا غير الدقيق الابيض يعني الفارينة او السميد حتى هو كيعطي له واحد المنظر اللي هو جميل. كنبقاو نغطسوه اولا في الماء ومن بعد عاد نغطسوه في يعني في هذاك الخليط ديالنا اللي حنا بغينا نزينو به وصافي. ومن بعد غادي نمرو باش نحضرو هكا، نحطوه في واحد الصينيه حتى نكملو يعني هاد الخبيزات ديالنا كاملين. ومن بعد غادي نزينوهم او يعني هكا بواحد الخطوط اللي كتكون طوليه، او نديرو هكا واحد الكروه في الوسط يعني على علامه زائد، ونخليوهم يختمروا للمره الثانيه. يعني ضروري ما نخليوهم يختمروا المره الثانيه باش يجينا هاد الخبز ديالنا هشيش وزوين. ومن بعد غادي نطيبوه عادي في واحد الفران اللي يكون سخون، وهو الخبز ديالنا موجود. نتمنى هاد الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، لانها فعلا جد هائله. ننصحكم انكم تجربوها، يعني ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره بزاف وسهله. هكا نحضروها في الموائد ديالنا ديال المناسبات وحتى ديال رمضان ولا ديال العائله ديالنا للايام العاديه، هكا نفرحوا بها العائله ديالنا. هنايا غادي نضرب لكم موعد في وصفات اخرى باذن الله. الى اللقاء.